انا ممثل ديال الموظفين في الجمعيه الاعمال الاجتماعيه، وهي جمعيه همها الاساس وهو خدمه الموظفين التابعين للعمالتين، عن طريق اولا اما تقديم المساعدات اللي هي كتكون مساعدات ماديه ومساعدات معنويه. المساعدات المعنويه القصد منها هو الرفع تقريبا الرفع شيء ما من كما كنقولوا من المستوى المعيشي ربما الموظف، المساعده الموظف على تحمل الاعباء ديال اليومي الاعباء اليوميه. جمعية الأعمال الاجتماعية تأسست منذ سنة 1992، كانت في البداية على عبارة عن جمعية رياضية، ثم تحولت إلى جمعية الأعمال الاجتماعية. أخذت على العاتق ديالها هذا الهم اللي تكلمنا عليه، وهو أن خدمة الموظفين بالدرجة الأولى. الجمعية كتنخرط في بعدد مجموعة من التظاهرات، سواء ثقافية أو فنية أو حتى رياضية، واليوم الحمد لله راه تزامن مع أننا كنا بصدد إعداد واحد النشاط اللي هو نشاط رياضي ديال الدوري الكرة الحديدية، الدوري اللي كان منظم تحت الرعاية ديال الجامعة الملكية للكرة الحديدية وعصبة وكذلك عصبة الشاوية، ولكن تم تأجيل ديال الدوري نظرا لسوء الأحوال الجوية اللي وتهطل سوء الأحوال الجوية اللي كانت هي رغم سوءها، ولكن الحمد لله هي أمطار الخير اللي عمت البلاد ديالنا ومنعت أنه تكون السهولة ديال الممارسة عند هاد الناس الرياضيين المعنيين بهذا الرياضة. والحمد لله الجمعية ديالنا هي جمعية فاتت كما كنقولوا مرحلة الولادة وداك الشيء، فحنا كاين يعني جمعية كما كنقولوا أنها وصلت لمرحلة النضج. لا يخفى عليكم أنه جميع الجمعيات هي تتخبط في واحد المسائل اللي هي تتخبط مشاكل اللي كنقولوا مشاكل مادية بالأساس، لأننا حنا الحجم المساعدات اللي كنقدموا للموظف وداك الشيء كتطلب منا واحد اش غنقول لك واحد الرصيد اللي كيكون مادي اللي هو زائد شويه، لانه ملي كتكون الجمعيه كدير الجمعيه اللي كتساعد الموظف لحد اللي كيتحال على التقاعد، الجمعيه كتقوم بارسال الموظفين يعني بواحد المبلغ اللي هو مالي مهم للحج، الجمعيه كذلك حنا كتقوم بان المساعدات الرمضانيه يعني واحد المبالغ اللي هي شويه كبيره، والى جانب هذا مجموعه من المساعدات الاخرى سواء الطبيه او المساعدات الاجتماعيه للموظفين، وهذا الشيء كيطلب يعني جانب مادي، مع العلم اننا زعما لم نستفيد في طيله المشوار ديالنا كجمعيه لا من المساعدات لا سواء من اي جهه محدده، بقدر ما اننا نعتمد على سميتو نعتمد على ادواتنا يعني في تحقيق هذه المكاسب، ودائما نحاول ما امكن اننا يعني ناسسوا شي مشاريع ولا شي حاجه داخل الجمعيه باش يكون عندنا مداخل نقدروا بهذيك المداخل اننا نواجهوا كما تنقول المطالب ديال المنخرطين ديالنا. والافاق المستقبليه للجمعيه صراحه حنا بصدد يعني باعتبار اننا مكتب جديد برؤيه جديده وبافكار جديده فيها نوع من الشبابيه وفيها نوع تحت من الجراه كما تنقولوا، قبل كانت السير قبل ربما يعتمد على ما هو كلاسيكي محض يعني الاعتماد، لان لم تتطور الجمعيه بالصوره اللي كنا كنتمناو حنا. حنا الان الحمد لله نتمنى ان تتطور الجمعيه الى ما هو احسن وما هو افضل، وحنا بصدد اعداد مجموعه من المشاريع، من بين المشاريع الحمد لله دخلنا في الشراكه مع الجماعه ديال بصدد اعداد واحد الاتفاق مع جماعه ديال سيدي عثمان باش اننا نستافدوا من تسيير ديال الملاعب خمسه ملاعب رياضيه معشوشابه، وكذلك حنا بصدد اعداد هنا يعني على مستوى تجهيز النادي الرياضي اللي كنسيروا منذ سنه 1992 باش انه يحاول ممكن ان النادي الرياضي يكون عنده واحد المدخول اللي يرفع من القيمه ديالو كنادي، ونحاول يعني بالمداخل اللي غادي نحققوها ان شاء الله انها ان نرفعوا من المستوى حتى المساعدات اللي تنقدموها. كذلك حنايا بصدد دراسه مشروع شراء يعني شراء كما كنقولوا شقق من شقق اجتماعيه للموظفين، كذلك باعداد واحد المشروع سكني للموظفين حنا بصدد الدراسه ديالو، وكاين مشاريع مستقبليه ان شاء الله غتكون ان شاء الله تعم بالفائده والخير على الموظفين مستقبلا.
الحمد لله كما يخفي عليكم اي عمل جمعوي يحتاج الى دعم ويحتاج الى دعم، ان كان الا ما كانش مادي يقدر يكون اكثر معنوي، فاحنا المسؤولين الحمد لله سواء الساده العمال السيده العامله دي صاحب جلاله على عماله بالمسيك على عماله مقاطعه بالمسيك وسيد العامل عماله مقاطعه مرشيد، باعتبارهم اولا انهم أعضاء شرفيين داخل الجمعية، فكيقدموا لنا صراحة جميع الدعم المعنوي وكيحاولوا ما أمكن أنهم يسهلوا لنا الطريق من أجل إعداد المشاريع ديالنا، وكنشكرهم بهذه المناسبة شكر جزيل ديالهم على هذه المجهودات اللي كيبذلوها في صالح أن الجمعية تستمر.